ما هي الطريقة السهلة لحفظ كتاب الله الكريم؟ هذا يختلف باختلاف الناس، اختلاف الناس في الحفظ. والقرآن ميسر ولله الحمد، لمن حسنت نيته وأقبل عليه فهو ميسر. ولهذا يقول سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن معجزات هذا القرآن وميزاته التي تميز بها عن الكتب السماوية سهولة حفظه، وأنه يحفظه حتى الأطفال، حتى الأطفال الصغار. فهو كتاب ميسر لمن يريد حفظه والعمل به. والإنسان، كل إنسان يتبع الطريقة التي يراها أحسن له في حفظه. ولكن كثرة التكرار وكثرة الدراسة للقرآن هذا مما يساعد على حفظه ويسهله. وكذلك اختيار المقرئ الجيد الذي له عناية وطريقة جيدة في تعليم القرآن، اختيار هذا المدرس أيضا مما يساعد على حفظ القرآن وإتقانه. كذلك مما يساعد على حفظ القرآن وإتقانه أن يختار الإنسان لحفظه الأوقات الخالية من الشواغل، كأن يحفظه في أوقات مناسبة، في أول النهار وفي ساعات من الليل وفي آخر الليل، الساعات التي يكون باله فيها هادئا منقطعا عن الشواغل. نعم.